مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. صوت العدالة كتوجد منطقة بالمسيك، بالضبط في المنزل ديال الأخت أمينة. كما كتلاحظوا معايا الأخت أمينة والابنة ديالها قاصر، عندها 16 سنة. بطبيعة الحال نظرا لنوعية هذا الملف من الصعب شيئا ما أنهم يبان الوجه ديالهم. قصة صراحة من أصعب القصص. 16 سنة تعرضت للاغتصاب، سد عليها مدة 3 أيام والأكثر من ذلك، أنه يلا خرج من السجن والعقوبة اللي كانت عنده جناية دوز فيها 10 سنين ديال الحبس. مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا القصة مع الأم بطبيعة الحال ديال هاجار. عاودي لي يا أختي أمينة القصة من الأول، كيفاش هاد السيدة عرفاته؟ شنو اللي وقع حتى اليوم حتى لهاد الواقعة اللي حنا فيها دابا؟ نهار الجمعة مع العشرة ونص سخرتها، خرجت سخر ما رجعتش. ملي شتات عطلت صافي مشيت للخدمة، جيت في الليل بقيت كنتسنى ما جاتش. خرجت بيتها نقلب الليل كله، ما دخلت حتى الربعة الصباح من الجمعة والسبت حتى نهار الحد عيطت. هزت واحد النمرة وهي تعيط. ملي جينا نشوفك قلت لها شنو؟ قالت لي تجي غادي تجي عندي الحي الفضل، راني محبوسة. ملي مشيت كان كيلقاني واحد الباب بحال كاع نعتت ليا، نعتت ليا الدرب وكل شيء. شديت الطاكسي انا وولادي مشيت. ملي لحقت حدا الباب كيبان ليا هويا، قال لي خالتي اجي اجي راني اللي عندي هاجر. قلت لي شنو؟ طلعت عندهم الدار لقيت امو وبا جالسين وخوه. قلت لي شنو هادشي؟ قال لي انا اللي طرا مع هاجر البارح، دابا باغي نصلح الموقف، باغي ناخذها، باغي المهم شوفي شنو غادي ديري بلا بوليس بلا والو. قلت له هاجر شنو فيها؟ قال لي اللي عطى الله عطاه. قلت له واش؟ قال لي صافي. هي صافي شرحي لي تغتصبت، شرحي لي تغتصبت هي هذيك اللي صافي خليها عندك تنشوف واش غنديروا. قال لي واش نديروا الكاعط نتكاتبوا؟ قلت لي ان شاء الله. كنشوفهم ناس شريرين وخايبين، ما بغاش بقى باركه وسط منهم. شي ستات الاولاد وولاد واقفين وهي المراه وراجلها يعني دايران، ما داك ما كنعرفوش. ملي جيت نشوف الدريك اللي منين جيبها طلعت في الدروج بالي مهبطه من السطح، مهبطه مبورشه حالتها كتبكي. قلت لها مالك؟ جلست حدايا. قالت لي ماما هو راه حرشها واللي كاين. قال لي ما تقولي ما ديري ما تفعلي. هبط لي الدريه جلست حدايا. قلت لي شنو؟ قالت لي ماما اللي طرح دابا صالحي الموقف، شوف كيفاش ديري. قلت لها قلت لها اش غادي ديري؟ انا اللي فراسي خارجه نجي للبوليس ديك الساعه. شكون اللي قال لك صالحي الموقف؟ هي ولا هما؟ لم راه مسجله عندي في التليفون، كل شيء عندي في التليفون. ملي قلت لها خليها عندك حتى الغدا وغنديروا شحال. قالت لي واش غادي نتكاتبوا؟ قلت لها ان شاء الله. بقى تابعني وفي دروج شاك في راسه. قال لي عندك تمشي عند البوليس اخالتي؟ راه الا مشيتي عند البوليس راه ما غندير معاها والو، راه غنشد وندوز الحبس وبنتك اللي غتضيع. جيت انا نزلت انا ولادي، نزلنا حدا لابيجي اللي قريبه ليهم. ملي نزلنا وعدوا النمر ديالي برك تيعيط لي في التليفون، قال لي شتك مشيتي عند البوليس؟ راه تابعك خويا بالموطور. خفت منه وخرجت مع البوليس وجيت بحالاتي. صافي جيت لهنايا بقيت حتى لشي جوج ديال الليل، عاد مشيت هبط لابيجي مشاو معايا لابيجي. ملي هو عرف راه البوليس جايين هبطها لواحد لاكاب وخزنها. ملي طلعوا البوليس كيقلبوا ما لقاو حتى حد، هبطوا وانا نجر واحد الباب ديال المكازا. جريت واحد الباب ديال المكازا ونلقى مخزونه وراه واحد الطوارو والزبل. هو سمعتي ليا دابا الوقيته اللي انت جات عندك بنتك وقلتي كتبكي خليتي عندهم ومشيتي؟ خليتها عندهم. علاش خليتي عندهم؟ حيت لا خرجتها ما غنصور والو، ولا خرجتها غيقول لي ما كنعرفهاش. خليتها في الدار، خليتها عندهم. صافي هادي لحقت ثلاثة ونص قد هبطوا معايا لابيجي مشاو. ملي خرجناها جابوها لهنايا الدريه تابعه في رايو مع دير لها المينوط، هو ويا مدير المينوط واحد. ملي كتبغي تقول كلمه تيدير يغيز لها حتى وجهي حمار، تيلوي لها المينوط تيدخل لها في يده زعما كيقول لها قولي داكشي اللي قلت لك انايا. قال لها قولي راك دخلتي معايا بخاطرك، ما تصبصك الصحه، راني ما درت لك والو، لقيتك مع جوج ديال الليل ضيعه هذه، وتي جيتي عندي على البارح ماشي نهار الجمعه، فهمتي؟ هاد الحوايج كلهم قرام لها الدريه. هادشي اللي قالت في الدوسي البوليس هما هادشي اللي قيدوا. هو هادشي اللي كاين. فاش صيفطونا للمحكمه عطاوني قالك نهار 21 في الجلسه ترجعي. صافي هادشي اللي كاين. الدريه ملي جات للدار كتغوت براسها ما نعساتش. هو تقدم عند وكيل مالي؟ تقدم. فين هو؟ في السجن. دابا في السجن، دابا في المهم رجعوه ما عرفتش فين داوه. المهم قال لنا عطاوني ورقه نهار 21 في الشهر غادي تجي تقابلي مع شنو غديري. وملي جات الدريه جات للدار دابا راه ما كتنعس ما كتشوفو، عندها الحريق في الراس عاد بدات كتعاود داكشي. قالت داكشي اللي قلت راه ما عقلتش عليه، راه هو اللي حرشني، راه هو اللي قال لي قولي الا قلتي شي حاجه راني العصابه اللي عندي في السبات راه كلها كنعرفها، راني نغرق لك، راني ننتقم من اختك، ننتقم من خوك، ننتقم من عائلتك كاملين، فهمتي؟ الدريه كتغوط راسها كاع نتفات وقالت راه عاطيني جوج الغرام ونص ديال الغبره اللي شميت ديك الليله وصحه صحه باش شميت الغبره والجوانات. وكان هما جوج دريات ما عرف فين مشات، ما عرف ماتت ولا حيات. البنتي
ملي جات تفيق قالت لقات مو اللي كتجمع فيها ودايره ليها يديها في الماء سخون ورجليها الدريه كانت فيها الموت رجليها برد ويديها من الغتصبر. شي بنت هادي؟ بنتي هي بنت. قلتي كانوا معاه دريات اخرين؟ كانت الدريه قالت لكم اللي فقت ما لقيتش ديك الدريه اللي كانت اخرى ما لقيتهاش قالت لكم مشات لقيت هذيك الدريه الاخرى هي كان ساد عليها ولا غير جاتهم مشات؟ هذيك جات هذيك جات عاديه كتدخل مع تخرج ماشي مشكل هذه لا هذه حابسه اليومين وحابسه خرجت حتى الليل السبت عندها شافت دخلتها هي دارتها ها وزادت ملي قالت فقت لقيت امو جابت لي المانط وبدلت لي حوايج ودارت لي يديا في المسخون وخرجت وعطاتني حوايجها وفرشت لي فراش اخر قالت لك وقالت لي طلعي فاش طلعتها امو عند الدار طلعتها حيدتها من الماكازا وطلعتها للدار. هو ديجا عنده صوابق هو عنده صوابق قال لك ضارب 10 سنين على تكوين عصابه هجاميه. غادي نشوفوا مع هجر دابا شي حاجه اللي ما واضحاش كنشوف بعدا في الملامح ديالك هنا كاين التعنيف كاين الضرب كاين شي حاجه في عنقك ياك واخا عاودي لي هجر شنو اللي السيد كنعرفو امو شحال هادي ديك النهار كان كي هذا كيجي عندي وامو كيجي عندي كيقول لي تمشي معايا للدار شي جي عندك كيقول لي واش امو شي امو كتعرفني حيت انا اول ما صدفه تلاقيت مع امو في السباجه واحد كتعرفي انت امو ياك امو شنو كتقول لي امو مطمعاني زواج شويه نجوجك بولدي هادي ديك النهار نهار الجمعه خرجت من دارنا مشيت عند مدام مشيت وقف في شارع الجار ويقول لي طلعي قلت لي فين غاده ويقول لي تمشي معايا للدار قلت لي لا ما نقدرش ويقول لي غتمشي قال لي يلا غتمشي تشوفي امي واش ونجيو ملي مشى سد عليا وعطاني داك الشبيض شمول هذا عطاني شمولية بزز ملي طلع لي داك البراكه شمولية حس راسي بديت كنغيب صافي مني فقت لقيت راسي عامر كامله دمايات قلت لي شنو هذا الشيء ويقول لي انصلحوا الغلط قلت لي كيفاش تصلح الغلط قال لي انصلحوا الغلط وشوف كيفاش ندير ولا ما بغيتيش راه ندوز لك انا الحبس عندي ما عنديش مشكل ندوز لك الحبس ما عنديش مشكل صافي طلعت امو دارت لي رجلي في المو داك الشيء وخلاتني الفوق درتي يجي في ديك المو داكشي وخلاتني امتى طلعت امو هو داك انت سد عليك الجمعه امو امتى سقت الاخبار امو طلعت وشتي انت امو امتى شتيها وشافتك حتى نهار الثالث حتى التخصص يعني نهار الحد حتى نهار الثالث كيفاش انت عيطتي لوالديك اخذت ليه التليفون خطا ما كان مع دخل طواليط وخطفته ودرت مع ماما قلت لها جي عندي راني في هذا تخصص في المشروع في بلاصه فلانيه وتقول لي واخا في انا جاي شنو اللقب ديالو بيضه شنو كيدير هاد بويدا بزناز فت بزناز وهادشي ما وانت ملي كنتي كتعرفي امك كنتي كتعرفي هادشي كيدير ولا ما عارفه والو لا ما عارفاش كيدير حتى حاجه كان كيبين لي راه شحال من حاجه خدام ولاباس عليه وهادي بزاف كيبين لي المطار كيقول لي انا لاباس عليا هادي ملي جيت نشوف ما نهار تخاصبش قال لي راه ما تصاري مع الديوان انا ما عندي حتى حاجه انا ندوز عليك الحبس ملي نخرج قال لي مازال اللي قال لي شي شخصيه راه فوجك اللي عمرك ما غاديش واخا لقيتي اللي كتعاود ليا الام ديال قالت لي ملي كانوا دايرين لكم مينوط كان كيهددك عاودي لي التهديد شنو تيقول لك تيقول لي قولي ما شفتيش والديا ما شافوكش ما تجيبليش والديا كيقول لي قولي لهم ما شديتك الصحه بخاطرك ورشدني الصحه مني فقت لقيت راسي يعني بصحه صافي غيبني بداك الشيء اللي عطاني انت علاش ما قلتيش الحقيقه للبوليس علاش ما قدرتش حيت كيقول لي انا عندي اصابه ديال الولاد الغاليه ما تصاري مع الديوان وانا راه حاكمه في سباشه صافي راه ما تصاري لي مع الديوان قال لي قال لي حيت كغضي غتبقى مجاره وقاف في الزنقه قال لي انا غندوز عليك الحبس ما عنديش مشكل امو واش كتقول في هادشي مو نكراتني طلعت شفتني ونكراتني عند البوليس قالت لي ما شفتكش قال لي قالت لي عمري شفتك جيف دوك الحوايج اللي عندك اللي فيهم الدم والاغتصاب فين هما دوك الحوايج بقاو عنده في الدار خافت على ولده وتعطيني واحد الحوايج مكرفسني لبسهم عطاتني لبسهم مشيتي درتي شهاده طبيه عند الطبيب درتها
داوني البوليس دارت شهاده طبيه في سيدي شمال ميريزكو. دابا شنو اللي كتعاني من في الاغتصاب؟ فين مضروره بزاف انت من غير الاغتصاب؟ انا في الملامح ديال العنق ديالك هذا كنشوف الضرب، تنشوف بزاف العلامات زعما ديال العنف. شنو المعاناه اللي عندك دابا والعامل النفسي؟ وعاودي لي راجل، انت 16 سنه كما كان الحال باقا قاصر. ما راسي كيعطيني صداع حتى داكشي اللي عطاني حد الان، باقا ما كنقدرش نفكر، باقا حتى انا راسي عطاني صداع بزاف. يعني 3 ايام وقليل ما كيعطينيش ناكل، عطاني خبز واتاي وزبده. طلع مني الاستاذ داك النهار الفوق كيقول لي، تنقول تيقول لي واش انا عيط فك، يقول لي تنقول لي عبات نعيط لدارنا، كيقول لي ما تعيط على والديك لا والو، حيت مو كتكون في هذا الغوت غادي ترجع وقنا. انا ما قال لي ولا تزوجش بك، عمر والديك يجي يطلع لي داركم، ما تمشيش لها، تمشي لها نقسمك. بدا كيخسر معايا في الهضره. نجي في الاول ملي شتي كاع الواقع، علاش ما بغيتيش تجوجي بيه؟ واش اكتشفتي شي حوايج ما كنتيش عارفاهم؟ ما عرفاش مدوز 10 سنين ديال الحبس، يلا قلتي خرج 3 شهور هادي باش خرج. شنو هما الحوايج اللي بالك تمشي للقانون؟ لا ما عارفاش انا هادشي كامل، ما شفتش هادشي صافي، ما عملنا ندوز حياتي. واحد انا راه عندي 31 عام، راه كبار مني بزاف. انت ما كنتيش كتعرفي هاد لاج ديالو هادشي؟ لا، مع وكيل بيزنس ديك لاكوس وداكشي ما كيبين ليا. كيبس لاك كيلبس نقي باقي صغير. كيلبس داكشي ديال الدراري الصغار. صافي كيجي عندي كيبين لي، كيقول لي المواقان هادي بزاف. صافي قال لي لا قال لي انا صافي راه خسرتك، قال لي ويقول لي ونديرو تشديت وكلشي. قال لي لا خرج، قال لي غنعذبك في حياتك. قال لي تلا تلا داركم وانت سبع، قال لي تلا تلا داركم، قال لي غندير لك شي خساره في وجهك لعمرك ما يشوفك شي واحد. واخا هاجر شكر لك، غادي نشوفو شي حاجه اللي الام قالتها. شني عندك شي حاجه يا حاليا كتبكي؟ ما قدرناش اننا نوضعوا الصوره ديالها بطبيعه الحال لانه الوسط العائلي. وصراحه مشاهدينا الكرام نتوما تحسوا هاد الامور. شوفي الا كاينه شي حاجه اختي امينه بتقولها قولي. نقول لك دابا ما كتنعس ما كتشوفوا، وانا مريضه دابا بقيت قادره نخدم لا والو، جالسه في الدار. انا ما كتنعس، كل كديزه بنت مريضه الراس كيضرها في الليل، حق الليل كتبدا تقوت. كنفكر ثاني عيابا اش غنقول لك، طعني في قلبي بزاف. شكرا لك مشاهدينا الكرام، صراحه قصه مؤثره. هادشي ما تبغيش لعدوك، نتمنى من الله عز وجل وكذلك انهم يداركوا الامر. الضابطه القضائيه دارت اللي عليها، رغم انه هاجر وكانت الام ديالها حاضره قالت امور اخرى نظرا للخوف ديالها منه. اعتقد انه ملف بطبيعه الحال الجنايه ممكن ان يتحل على قاضي التحقيق في هذا الاطار، كيكون استنتاج تفصيلي، يعني محاضر الضابطه القضائيه تؤخذ على سبيل الاستئناس، ممكن تعد النظر وتبان حقائق اخرى بطبيعه الحال. الغريب في الامر 16 سنه الصدمة أمام الأم وكذلك في العائلة أمام الإخوة والأخوات، صراحة قصة تحز في النفس. نتمنى من الله عز وجل اتخاذ المتعين في هذا الأمر. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.